السلام عليكم الدراري، معكم اشرف بوليوان. فلوج واحد اخر، المهم انا مع عمر الناجي. المهم يلا لحت لكم واحد الفلوج ديال ارمز داي. ها هو دخلت خرب الرام. المهم يلا لحنا لكم. ها المهم هو الدراري ديروا سبسكرايب وبارطاجيو الدراري، انا وكل الاعمال ديال اشرف في الماشين ديالو. المهم الدراري عاوتاني اليوم غنتحركوا لبرا في دار بوعزر وطماريس. داك الدراري صاحبي كيطيح على شي بلايص واعرين ديال الجو ديال البحر، جو زون كتشوفو سخون الحال. ودابا شوية غنتحرك، رجع عند الدراري وغنتحرك، ولا انا غنتحرك عنده. ما عرفتش شنو هو البلان، باقي ما دويتش معاه. وكرر خمسة هادي الساقه القسمين. المهم غادي ناكل الشلاضه وشويه ديال لاداند، وغادي نتحركوا لواحد لاصال غنوري لكم غادي ندير فيها شي فلوغ ان شاء الله مع واحد الكوتش تما. Your treasure hidden down below, as suddenly does it come, I know. Should I be scared if you stay or go? Tell me am I insecure, just overly emotional? Have I fallen down, down low? Searching for things I'll never know, searching for things you'll never show. I guess I just don't wanna let go, but something tells me not to wait no more. So you got secrets. غادي ندير في الفطور الشوفان، جوج تفاحات، شي كاس الحليب وشي معلقة ديال العسل. صافي هذا هو الفطور. صباح الخير. دابا حنا قربنا حدا لاصال معنا عبد الله واكرم. المهم نخلي لكم لاشين ديالو في الديسكريبسيون. حتى هو يلاه بدا في الفلوغ، كنتسناو عبد الله حتى هو يبدا في الفلوغ. نخدمو العينين ياك. باسل باسل بغي يضحككم الدراري، على ودو ديروا لايك. المهم الدراري اهم حاجه خصني ندير انا نسخن الكشاف مزيان حيت غايتهم الدراري دابا غادي كنت تقلب في برا خاوي. المهم غادي نحاول نضرب الفوال ماكسيموم ديالي بواحد 20 نقطة ولا جوج، ونكمل بالخفيف واحد 40 كيلو 12 نقطة جات سيريات ولا أربعة. المهم الدراري احنا عاوتاني رجعنا هنايا. المهم سخنت هنا مزيان، كنهبط ونطلع بشويه وضربت 21 نقطه. صافي هادشي اللي كاين. وهنا عاوتاني الدراري ضربت 15 بوان حيت داك البو مازال كيجيني خفيف. ضربت 15 بوان، كنعاود نطلع بشويه. هنايا 6 بوان من ورا، ضربت 12 بوان و 40 كيلو، كنعاود نطلع بشويه. نحاول يدي ما نسرحهمش كلهم ولا اطلعها في الكود ديالك. هنا زدت طلعت البو 60 كيلو، ضربت 10 نقاط. غادي وكنقص في البوان وكنزيد في البوا. شوفوا الدراري لي كود ما تسرحوهمش كلهم.
هنا يا الدراري. المهم كنت قلت لكم غادي نضرب واحد 4 نقاط ولا 3، المهم دايره 70 كيلو. جربتها على الله، بقيت كنحاول معها حتى ضربت 8 نقاط. المهم 7 تامنا عاوني فيها الدري صاحبي باش حطيت البارة، تشاود طلع بشوية. المهم بعد راه قاتلت معها، عمرا ما ضربتش 7 نقاط ب70 كيلو، المهم فيها جوج وكن ندوش شي واحد عاون. وهنا جات السوفال الدراري، درت 15.20 كيلو، كنحاول باش نطلع ديال فوق نزيع على صدري من جهة الشوفار. هنايا 40 كيلو 12.، هنايا 50 كيلو. هنايا داك الدار مكتفي بزاف، معرفتش علاش، حيت تقلت وقع بعدا داكشي علاش. وهنا الدراري 36 كيلو 36 كيلو، درت بيها 7 نقاط ولا 8، كان كيعاون الدري صاحبي. انا الدري بقيت غادي كنهوت في البواق وكنكثر من لي بوان. المهم هادي 30 كيلو ضربت بها 12 بوان، وكتشوفو الدراري فاش كنسرح يديا مكنسرحهمش كلهم. وهذا عبد الله، هنا الدراري عطيني هبطت البوا. هنايا غندير 15 بوان 17.5. المهم ما كنبقى نكثر من لي بوان، و هبطت البوا كطلع شي بومب واعرة. ورا الدراري درت ليكزارسيس هدا، درت 15 بوان جوج المرات، عاد ليكزارسيس الاخر. في ليكزارسيس الاخر كل جهه كنخدمها بوحدها كندير فيها 12 بوان في اليمين و 12 بوان في اليسار. من وراء الدراري دزنا لهاد لاماشين هادي، بدينا ب 15 بوان 12 بوان 10 بوان. غادي كنطلعو في البوا، تحاول يديك تحطهم الوسط متعرضهمش بزاف. هنا الدراري خدمنا صدره من الوسط، درنا 3 تسريب ديال 12 بوان. ومن وراء الدراري خدمنا بالدياسك. المهم ديال 17 كيلو درت 12 بوان جوج سريات، تبعت دروب سات ب 15 كيلو 8 بوان. ومن وراء ديريكتومون 10 كنخدم 10 كيلو وكندير 8 نقاط. الدراري سالت الحصه ديال الزر، عرفتي الدراري اول مره غادي نطلع شي بومب حتى لديك الدرجه كيف ما شفتوا في الفلوغ ديالك. المهم انت راكم شفتوا الدراري، او شنو الدراري بغى يضحكم الدراري تبع بغى يضحكم. المهم اول مره نطلع لديك بومب زعما ديك الدرجه. المهم الدراري دابا دخلت للدار، قلت مولاي ناضرين الدجاج. المهم خديت اللوبيا وبطاطا، المهم هادي مقليه وصدر ديال الدجاج والعمق ديالو. المهم هادشي اللي غادي ناكل. المهم الدراري دابا 3:30 ديال العشيه. المهم الروبا الثالثه اللي غادي نضرب فيها الروز الخيار الدجاج. المهم والروبا الرابعه ما غاديش تكون في الدار، المهم غادي يكون فيها الطون و الروز. المهم الدراري غادي نضرب واحد الساندويتش انا على برا تشيب ميل. المهم انا والدراري المهم نتلاقاو في الدار. المهم الدراري اخر حاجه غادي ناكل، المهم دابا راه شي ديك 12:30 بحال هكاك. اخر حاجه عندي بحال داكشي اللي خديت في الفطور، هانتوما كما كتشوف. درت 3 تفاحات 3 البنانات الشوفان والحليب،
وهنايا عندي جيش هادشي لي غنعقل. المهم الدراري نتمنى يكون عجبكم هاد الفلوق. المهم في 10 دقائق تقريبا و 11 دقيقة. المهم جمعت لكم داكشي ديال البارح واليوم. المهم نتمنى يكون عجبكم هاد الفلوق الدراري. مكتبوش علينا واحد لايك، اول شي تابونا وان شاء الله يكون الجديد. نتلاقاو في الفلوق الجاي.